أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العلي العظيم. الحسد، مرض الحسد مرض خطير، وهو على فكرة قبل ما نقول عنه أي حاجة هنؤكد نفس المعنى، هو صفة شيطانية. كنا بنتكلم عن الكبر فقلنا إنه إبليس تكبر، العياذ بالله، على الله سبحانه وتعالى، وتكبر على آدم عليه السلام، وكده حسد سيدنا آدم. هو في الحقيقة حسد، هو عمله أنا خير منه، بس هو في الحقيقة بيحسد، هو نفسه يكون هو الأضواء كلها عليه دلوقتي، ويلا اسجدوا لآدم. هو عايز يبقى هو، يعني بلغة بقى الإخراج والحاجات بتاعتكم دي، هو عايز يبقى هو اللي في السنتر ستيج، يعني هو عايز اللي يقف في النص كده على المسرح، فمتضايق. الحسد ضعف إيماني، ملهاش حاجة تاني. ان هو حد بيبقى بيتمنى ان هو النعمه اللي عند حد تاني ده تزول من عنده ويجيله هو. الحسد حاجه فظيعه، لان انت بدل ما انت بتركز علاقتك على ان انت تطلب حاجه دي من ربنا، تبقى انت منشغل قوي بان انت تحسد الناس التانيين. كنا بنقرا دلوقتي في سوره النساء، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ربنا بيدي فضل، تحسد، هتعترض على ربنا سبحانه وتعالى. فالحسد أول حاجة فيه إنه صفة شيطانية لازم برضو نستأصلها من قلوبنا. فيلا نعرفه، إيه هو الحسد؟ علماء التزكية قالوا إنه الحسد هو تمني زوال نعمة أحد. أبص على حد كده ربنا أنعم عليه بحاجة مش بس نفسي فيها ليا، ده معقول يعني كويس يا رب زي ما اديته اديني، لا يا رب تزول من عنده. ومش بس كده، والسعي لإزالتها إن استطاع، لو أقدر إن أنا أروح أشيل منه النعمة دي بنفسي، أروح أشيل منه النعمة دي بس ما يدفعش فيها غل كده. والحسد من أوائل المعاصي اللي سمعنا عنها، هو من بدء الخليقة. مصيبة الحسد إيه؟ إنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، اعتراض على حكمة الحكيم. الحكيم أعلم بيحط كل حاجة فين، وبيدي مين إيه، وبياخد من مين إيه، واو الله أعلم بهذا. أو زي ما الشاعر قال لك، ألا قل لمن بات لي حاسدة، اللي بات بيحسدني ده قولوا له، ألا قل لمن بات لي حاسدة، أتدري على من أسأت الأدب؟ أنت عارف أنت قلت أدبك على مين؟ أسأت على الله في فعله، كأنك لم ترضى لي ما وهب. ربنا فعل شيء أعطى هنا مثلا، أسأت على الله، أنت بتعترض على حكمة الحكيم، كأنك لم ترضى لي ما وهب، أنا ما استحقش، كأنك بتقول ربنا وحاشا لله والعياذ بالله، يا رب أنت ما كانش صح تحط هنا. الله 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 الله، أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم مين؟ كنا بنتكلم من شوية صلح فلسفة مع ربي، أنت بتفلسف ولا إيه؟ اسكت اسكت، إبليس هو اتجدد، وأي حد بيحسد بيقلد إبليس والعياذ بالله. كأنك لم ترضى لي ما وهب، فكان جزاءك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. فاتجزيت يا حسود بأن ربنا اداني النعمة فضلت عندي وسد عليك طريق الطلب، مش عارف حتى تطلب منه، اتعميت عن طلب النعمة من الله سبحانه وتعالى وبخدش، وهتشوف أضرار أخرى له. فمصيبة الحسد أنه اعتراض على الحكيم، على الله سبحانه وتعالى. أنا بقول أنه ما كانش ينفع كده. طبعا هم مش واخدين بالنا، عشان كده احنا في رمضان بنحاول نتأمل بجد حقيقة الأمراض دي، وليه هي بتحجب القلب، وليه بتحطنا في موقف وحش قوي، ومش عارفين ان احنا ندوق حلاوة الإيمان ونقرب من ربنا ونسلك الطريق المظبوط. ايه الحكاية؟ أمراض. مهم ان احنا نتأمل شوية أضرار الحسد. الحسد له أضرار دينية ودنيوية. من أهم الأضرار الدينية
يعني اللي بتأثر على ديني وعلاقتي بربنا وآخرتي، الحسد إنه بيأكل الحسنات زي ما جه كده في الحديث الشريف، وإن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. شوف النار بتأكل الحطب بسرعة إزاي، تلتهب حواليها. الحسد بيعمل كده في الحسنات، ده ضرر لوحده أظن جدير إن إحنا نفكر مليار مرة قبل ما نسمح لمرض الحسد الخبيث ده إنه يتسلل جوا قلوبنا ويتملك منا. اللهم توب علينا من الحسد. من أضراره الدنيوية إنه بيجيب قلق دائم، دايما قاعد بالبلدي كده إيه مشدود، دايما قلقان، دايما مش راضي، بيملاني طاقة سلبية طول ما أنا قاعد. الحسد هو اعتراف بفشلك، اعتراف إن أنت مستحيل تسبق وتبقى أحسن من الشخص اللي قدامك. الحاسد بطل يشتغل، بطل يفكر، بطل ينتج. بحسد عشان في معظم الأحيان مش قادر أتنافس معاك، مش قادر معز جاب عربية حلوة فأنا بحسده لأن أنا مش عارف أجيب عربية حلوة. أنا مثلا ما عنديش عربية ولاقي حد عنده عربية اللي هي بقى مش بس عربية كده وخلاص، ده هي دي العربية بقى اللي يعني لو بتقول لي نق يا عسيلي هقول لك دي، واللون بقى هو ده كمان. أوحش أنواع الأهداف اللي مرتبط بمقارنة مع بني آدم تاني، بتبقى مركز معاه وتبقى يعني مش عايز حاجة زي كده تكمل عنده، يعني مش عايز النعمة اللي هو فيها دي تظل عنده. من أمثلة الحسد حاجات كتيرة جدا، ممكن تلاقي واحد بيحسد واحد على مراته، ممكن تلاقي واحد بيحسد واحد على عربيته، ممكن تلاقي واحدة بتحسد واحد على جوزها، ممكن تلاقي واحد بيحسد زميله في الشغل على ترقية كان عايز هو اللي يترقى، شبه كده موضوع إبليس مع سيدنا آدم عليه السلام، واعتبر دي ترقية مثلا، أنا خير منه فيعيش حالة أنا خير منه فيتكبر. وبيقسي القلب الحسد، بيخلي القلب قاسي صعب، مش عايز يذكر ربنا لأنه معترض ولا عياذ بالله على ربنا، فهو عنده مشكلة في نظرته وفي تعامله، فبيقفل برضه أبواب السعادة. هو فرع عن الكبر زي ما قلنا، فهو كذلك يغلق باب السعادة. لما تبص على الحسد تلاقي ان هو بيأتي عادة من عدة اوجه، اما يجي من عداوة، يعني لو انا عندي عدو طبيعي ان انا ابغضه، وده مرض من امراض القلوب عايزين نتأمله برضو مع بعض ان شاء الله، لدرجة ان انا على طول بحسده، فتلاقي اللي عنده عدو بيحسد عدوه على طول ان هو قاعد. العداوة لوحدها سبب من اسباب الحسد، مؤدية الى الحسد. سبب اخر مؤدي الى الحسد القرابة والتنافس، تلاقيها مثلا ما بين الاخوات، وقصة سيدنا يوسف عليه السلام معروفة، إخواته كلهم كانوا بيحسدوه عشان هو قريب، كان الأب بيحبه، كان سيدنا يعقوب عليه السلام يحبه، فممكن القرابة مع التنافس على محبة الأم أو الأب أو القرايب وكده تخلق حسد في القلوب. سبب آخر برضو حب الرئاسة، وده مرتبط جدا باللي احنا بنعيشه النهاردة بعد الثورة. يعني هو كمبدأ الأول الرئاسة مش بس بمعنى رئاسة الجمهورية، لا، الرئاسة هو ان انا ابقى يعني ذو سلطة، ان انا ابقى ذو منصب، اما مثلا في الشغل رئيس العمل او رئاسة كمعنى كلغة، فهو حب السلطة ممكن نسميه كده برضو. لكن الناحية التانية برضو احنا بنعيش بعد الثورة دلوقتي ناس كتيرة حاسة ان هي اللي عملت وهي اللي كده، وممكن يكون فعلا ربنا فتح على ايديها، فبتبتدي حب الرئاسة يتملك منها، انا استاهل، انا استحق، انا اللي عملت. فلازم نخلي بالنا في المرحلة الحساسة دي برضو من حب الرئاسة بالمعنى العام بتاعه ده، لانه ممكن يؤدي الى الحسد فيسود قلوبنا جميعا، فيبقى حالنا مش جيد، حالنا ما بأنفسنا سيء، وإحنا قلنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، فتقف الثورة تتعلق كده، نجحت ممكن بفضل الله في إسقاط نظام فاسد خارجي، بس تفشل بقى في إسقاط نظام فاسد داخلي، فيبقى ما عندناش بركة حتى لو توفقنا ظاهرا في الدنيا. فعايزين نعالج القلوب علشان كده بإذن الله سبحانه وتعالى الشافي. أسباب أخرى برضو طبعا الحسد التكبر، زي ما قلنا التكبر ممكن يؤدي بالإنسان إن هو يحسد. لما تبص على برضو الكفار حسدوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بص مثلا على مين، على أبو جهل قد إيه كان يحسد النبي، على أمية بن خلف، على الوليد بن المغيرة، كل دول حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة إنه نزلت آية فيه سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب كان يبقى رجل كده من القريتين اللي معروف بيهم العظمة وكده، كأنهم مش راضيين، نفس المعنى اللي هو لا مش آدم اللي نسجد له، أنا اللي سأل أو غيره أو أنا حسد، كل ده حسد. عشان كده
الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وده أدى بهم إيه؟ إلى الجحود بالحق، حسد النبي صلى الله عليه وسلم، مع إنه عارفين إنه حق، مش قادين يعترفوا به، لو اعترفوا به هتسقط مناصبهم أو يعتبروا نفسهم مش هم الرؤساء. فالحسد وحب المنصب منعهم، حب المنصب خلاهم يحسدوا، والحسد ده منعهم من الإيمان. للدرجة دي الحسد شيء سلبي للغاية. أول شخص بيضر من الحسد هو الحاسد نفسه. كان الحسد في اثنين، في حفظ القرآن أو في علم، يعني علم القرآن والنفقة في سبيل الله. يعني أنا ممكن أحسد واحد اللي هو بينفق في سبيل الله، وأنا يعني أقول شوف ده بيتصدق يعني في الطعام. أتمنى أن أنا أكون أقرب الناس طاعة لله سبحانه وتعالى، ما فيش حد يبقى أحسن مني في الأمر ده، وده حسد مشروع، لا حسد إلا في سنتين. هنا عايزين نفرق بس ما بين شوية معاني، لأنه فيها حديث شريفة هتلاقي بتستخدم لفظ الحسد استخدام محمود، لا حسد إلا في اثنتين، رجل مثلا ربنا اداله القرآن فهو بيعلم الناس وبيتلوه أناء الليل والنهار، رجل ربنا اداه مال فبينفقه في سبيل الله ليل والنهار. هنا استخدام لفظ حسد ده مجازي، ده معنى بيسموه الغبطة. في فرق ما بين الحسد وما بين الغبطة. الحسد زي ما قلنا إنه الإنسان يتمنى زوال النعمة من حد تاني ويحاول يشيلها بنفسه، ده حسد، ده حرام. الحسد محرم على فكرة، لأنه اعتراض على نعمة أو على حكمة ربنا سبحانه وتعالى، الحسد حرام. الغبطة مختلفة تماما، دي حاجة إيجابية محمودة، إن أنا أتمنى حاجة خير عند حد تاني من غير ما أتمنى أنها تزول عنه. حد مثلا حفظ، ربنا حفظه كده إيه الكتاب الكريم القرآن الكريم، دي نعمة، حاجة جميلة، أو دي غبطة، إن أنا أبص كده أقول يا سلام لو أنا كمان كده أقدر أحفظ القرآن الكريم، ليش دعوة أنها تزول من عنده ولا حاجة، أنا خليها عنده. فأولا أنها حاجة خير، حاجة بتقرب من ربنا، تانيا أنا لا أتمنى زوالها، عايز خير زيها لي أنا، ده غبطة، لا ده حاجة كويسة. وكانوا يقولوا كمان في الحسد والغبطة والتنافس، قال لك التنافس درجة أننا مع السعي للحصول على النعمة دي، شفت حاجة خير، واحد بيتصدق بيجي له فلوس فبيتصدق بها، ده أجر عظيم، واحد بيصلي في المسجد كل الفرائض ما شاء الله عليه وتكبيرة الإحرام كويس قوي، انا بقى بغبطه، نفسي انا كمان اكون كده، اقف جنبه، مش اتمنى ان هو يزول يمشي هو من المسجد واروح انا اقف مكانه، ده كده حسد، لا يا عم خليه واقف، انا اقف جنبه، حاجه طيبه، تحس انها تنافس في الخير، راقي رقي، مش مفيش يعني بالبلدي كده لغه شباب نفسنا، مفيش نفسنا، الحسد ده نفسنا. الغبطه مش نفسنا، لانه الانسان كده ولا كده هيبقى عنده الطاقه دي، يا هتطلع مع نفس اماره بالسوء على هيئه حسد محرم، يا هتطلع مع نفس مطمئنه على هيئه غبطة وتنافس في الخير، وده شيء محمود جدا جدا، الاثنين لهم المثل، والاثنين يا رب لهم الجنة إلى آخر هذه المعاني.